كبير في 2019 حصلت أحداث كثيرة، والأحداث دي دائما متكررة، وهي مفروض تتحدد مسؤوليات طبعا. فبعد التصحيح اليوم 25 يمكن في يعني كل الاجتماعات فيها ضوابط وفيها تعليمات صارمة، وكل الناس يعني بكونوا حضور مع كل المكونات، وفي تعليمات واضحة طبعا بالنسبة للأجهزة، وخاصة الشرطة هي طبعا الملمة أو هي اللي بتكون في الخط الأول بالنسبة للمظاهرين. فمفروض يعني يكون ما في تجاوزات.